لا نحن العرب عملنا من الخمير الطبيعي بوظة. مصر أثلجتم صدري والله العظيم بهيدي الوصفة. أنا بناشد السلطات المصرية، أي جهة معنية إنها تدخل هيدي الوصفة، إنها تشارك بالمهرجانات العالمية، شي بيبيض وجه مصر ووجه العرب أجمع هيدي الوصفة. لأنه أنا خباز، كنت كل عمري يعني تابع وأدرس موضوع الخمير الطبيعي وعمليات التخمير الطويلة يلي كتير بتتميز فيها الوصفات الغربية، وكانت تتعز بنفسه انه ولو لما نقرا بالتاريخ المصريين القدماء هن اول مين اخترع الشيء اسمه تخمير. لما تعرفت على هيدي الوصفة سألني حدا على اليوتيوب، فتت هيك عم فتش عليها وتفاجأت بعملية تخمير طبيعي من عمل اشبه بسوربيه او بوظة، وشيء رائع رغم اني ما دقته، ولكن لما اطلعت على كيفية تحضيره واساسه بالخمير الطبيعي وفيه عجينه البيجا الايطاليه في شيء بيشبهها بقلب الوصفه ولكن بمي سخنه، وكيف بينجمعوا ببترز رخوه وتتحول قوام رخو، واخر شيء بتتدخل فيه الكربونات كتفاعل كيميائي بتخفف من اي وسط حمضي ممكن يعطي طعمه حمض عاليه بقلب المنتج، وبتعطيه قوام خفيف. بدع كل الشعوب العربيه يتعرفوا على شيء اسمه البوظة المصرية، يشوفوا اخواتنا المصاروي وين وصلوا بفن الاستفادة من الخمير الطبيعي. انا خباز 99، ما تنسوا المتابعة والاعجاب ومشاركة الفيديو.